فقدان شخص عزيز عليك بيطفيك. هتكمل حياتك بس دايما هتحس ان في حاجة ناقصة، في مكالمة تليفون ناقصة، في فرحة ناقصة، في صورة ناقصة، في سند ناقص، في طبطبة ناقصة، في عتاب ناقص، حتى الزعل بيكون ناقص. وهتلقى نفسك بتفتكره في اوقات غريبة، وتكتشف انك اصلا ما نسيتوش. وهتلاقيك بتحاول تمسك دموعك لو جت سيرته او شفت صورته. وهتفهم المعنى الحرفي لكلمة موجوع. ومهما عدت السنين عمر ما حد هيقدر يحل محل الشخص ده او يملى الفراغ اللي سابه. ربنا يصبر قلب كل فاقد، ويرحم ويغفر لكل مفقود. تحياتي يحيى شاهين.